السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي من الحاجات اللي سهل على الشغل إن أنا أبقى معايا دي اكس اف أو دي دبليو جي أو صورة أعرف أماكن الشغل إيه وألتزم بيها. فأجي هنا فايل وأقول له امبورت، وأقول له امبورت دي دروينج فايل، بختار بقى نوع الملف. طب هو بيقبل إيه؟ بيقبل دي اكس اف، ده امتياز مشترك بين برامج الأوتوكاد، وتقدر تصدر من برامج البيم للدي اكس اف. البي دي اف ده كتاب الكتروني او بيبقى فيه كل الحاجات جاهزه للطباعه، تمام؟ يعني ممكن تمسك اي لوحه دي دبليو جي وتحول البي دي اف، بي ام بي صوره، جي بي جي صوره، بي ان جي صوره، جي اي اف، تي اي اف، اف، كل دي صور. انا اختار مثلا دي اكس اف واقول له الفايل نيم، وابدا اختار ملف الدي اكس اف. خش هنا في عليه هنا ان شاء الله اهوت مثلا دوت اوبن، تمام؟ وبحدد له الوحدة القياس اللي احنا شغالين بيها، تمام؟ واقول له نيكست او فرنج، يعني ممكن تكون اللوحة كبيرة شوية. خلينا نختار اي لوحة، تمام؟ نكست، ممكن تكون لوحة بالمتر، تمام؟ دخل اللي هو اللوحة، فأنا أقدر أبدأ أرسم الزون بتاعتي حسب الشغل دوت. مثلا على سبيل المثال لو أنا عايز أرسم مثلا زون هنا أو منطقة هنا، اقول له مثلا عايز ارسم اكسترود، وابدا ارسم. ممكن تقول له انا عايز ارسم بول لاين، او عايز ارسم مثلا ريكتانجل، بحيث ان انت تحدد الريكتانجل، حدد اول ما تغير. هو بيعمل تجاذب سنابس، تمام؟ زي ما انت عايز اهو. طيب لو عايز ارسم سقف فوق دوت، تمام؟ طيب هعمل ايه؟ هقول له انا عايز اختار بقى من هنا، هقول له انا عايز الروف درجة الميول قد ايه. طيب هجي بقى اقول له ايه من هنا، هرسم فوق المبنى اللي انا كنت رسمه قبل كده اهو. مش شكله